هل يخشى من تكرار ما جرى في شمال سوريا، في شمال العراق من قبل تركيا طبعا؟ الوضعين مختلفين لأن الدولة العراقية استعادت وضعيتها الكاملة وتأثيرها العسكري الكامل، وما فيش على الأرض ولا دواعش ولا غيره، وأكراد العراق يتحركون بتوافق كامل مع الحكومة العراقية في بغداد. أنا الرئيس برهم اتصل بيا، برهم صالح اتصل بيا، كنت في روما في ندوة لكلية الدفاع التابعة للحلف الأطلسي، وكان يستشعر الغضب الشديد في اليوم التالي العدوان التركي. للعدوان التركي. هناك في بغداد حكم وحكومة وقوات مسلحة ومجتمع عربي كردي قادر على التوافق فيما بينه. في سوريا 8 سنوات من التحلل والفوضى والحرب الأهلية والانقسامات تدعني أقول أن الوضعين مختلفين تماما.